حياكم الله وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا إخواني الحضور وإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات أمام الشاشات. ما زلنا نتحدث ونكرر الانتهاز فرصة هذا الشهر الكريم، الانتهاز فرصة الأعمال الصالحة المختلفة من صلاة وصيام وزكاة وصدقة وقراءة قرآن وزيارة أقارب أي صلة الرحم وعمل أنواع الخير الكثيرة لما لذلك من فوائد جمة، حيث أن الحسنة بعشر أمثالها وتضاعف إلى 700 ضعف. إذا كان كذلك فيجب علينا أن ننتهز مثل هذه الفرص التي أعطانا الله سبحانه وتعالى لننهل من هذه الحسنات العظيمة التي هي تعتبر كنز لك أخي المسلم. ولذا يقول الشاعر: إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل خافقة سكون. يعني الله الفرصة مواتية لنا الآن. أوصيكم أولا، أوصي نفسي ثم أوصيكم جميعا بانتهاز مثل هذه الفرص العظيمة وعمل الأعمال الكثيرة في هذا الشهر المبارك لنحصل على مجموعة كبيرة من الحسنات التي سيضاعفها ربنا سبحانه وتعالى. فهو غني ويحب من يدعوه، من يتقرب إليه بالأعمال الصالحة، ويجيب من يدعوه. في فادعوا الله سبحانه وتعالى في دعواتكم التي تحتاجونها في الدنيا والآخرة، وانتهزوا كما قلت مثل هذه الفرصة العظيمة ولا تضيعوها، حتى لأنها ربما لا تعود. ربما الإنسان لا يعرف موقعه أو وقته في هذه الحياة، ربما يكمل هذا الشهر، ربما يكمل هذا اليوم ولا يكمله إلى آخره. فانتهزوا مثل هذه الفرص. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ووفقكم الله لما يحب ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله. جزاك الله خير يا أبو عبد الله، جزاك الله خير. الله يجزاك. أبو نايف مساك الله بالخير. مساك برضه العافية. وش حالك؟